الو، صباح الخير يا شوقي. بجد دي هتبقى حلقه حلوه قوي. طب اسمع، هكمل فطار بس واجهز واجي لكم. سلام. كرم، ايه اللي بيحصل في بيتي ده؟ مساء الخير يا مدام، سوري يعني على لخبطه الديكور. كرم، بعد اذنك عايزك شويه. من عينيا الجوز ومناخير اللوز. ثانيه، تعالي لي انت اسهل. انت شايفه الدنيا زحمه قدامي ازاي؟ لو سمحت لم القرف ده وخد اصحابك وتفضل اطلع بره. يا بيرو، الكلام ده ازاي تقولي كده؟ وبعدين انت ايه المشكله؟ فين يعني المشكله؟ ان انا بشرب ولا المشكله انك دخلت عليا فجاه لقيتيني بشرب؟ ولا المشكله ان انا في بيتك وبشرب؟ ولا المشكله في الجيران اللي عارفين ان انا جوز العالميه المشهوره قوي بيشرب؟ وطي صوتك خالص. وطي صوتك خالص. انا فين يا بيرو؟ ايوه انت بقيت المشكله. ماشي ماشي يا بيرو، انا هسيب لك البيت كله واروح اعشر في اي حته ما فيهاش فيها جيران. قلت لك وطي صوتك. مالك حبيبي؟ اهدى بس يا بابا. اوعى مش كده. اوعى كده بس يا بيرو، كده بس. حرام عليك يا بيرو. حرام عليك انت يا اخي بقى، كفايه بقى، حرام عليك بقى. اروح عشر في اي حته ما فيهاش فيها جيران. ودي صوتك بقول. حرام عليك بقى. مش واخدتي الفستان اللي اتفقنا عليه؟ اه يا مدام. تمام. والاكسسوار كله حلو؟ كله تمام. الو. ايوه انا مع المدام اهو جايين. الكوافير والمكياج جاهزين؟ طيب تمام. سلام. عبير فهمي دي دمها يلطش، ما تنفعش طبعا للبرنامج ده. بالعكس بقى، ودلوقتي تشوفي بنفسك. اشمعنى عبير؟ اشمعنى دي بالذات؟ عشان هي عبير فهمي. ايه، ما تعرفيش حاجه عن تاريخ عبير فهمي؟ لا طبعا اعرف تاريخ عبير فهمي. كانت متجوزه رجل اعمال فلس، كان شمام باين. شيماء، انا ما اسمح لكيش تتكلمي عن اي زميله بالاسلوب ده. يا فندم انا ما اقصدش، بس حضرتك متحمس لها زياده عن اللزوم. ما اعرفش على ايه كل ده. لو هي بتعرف تعمل حاجات انا ما بعرفش اعملها، انا ممكن اتعلم. ده تلميح، وتلميح رخيص، وانا ما اسمحش بيه. انا مش قصدي يا فندم، انا قصدي يعني عن طريقتها في تقديم البرامج. عشان عندها حضور، كاريزما،
الناس بتحبها، ودي حاجة من عند ربنا، حاجة ما حدش يقدر يتعلمها ولا يقلدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا فندم، أنا هستأذن أنا بقى عشان أروح أقدم برنامج الطبخ بتاعي. عن إذنك يا فندم. برنامج الطبخ بتاعي؟ ما طول عمر أمهاتنا بيطبخوا من غير برامج. وحشتيني. سمعت انك عامله برنامج جديد. اه ميرسي يا شيماء، عقبالك يا روحي. تسلمي لي، ربنا يخليك يا حياتي. ميرسي. ماشي يا روحي. باي. صباح الخير يا معتز. صباح الخير يا استاذه. ها ايه الاخبار؟ جاهزين ومستنيين حضرتك. طب انا هجهز واجي لكم على طول. سعيد ايه؟ كان هنا دلوقتي هشوف حضرتك حالا. طيب هاجي لكم. يا ريت تشوفوا بسرعه عشان المدام عايزاه ضروري. من عينيا حاضر. الو؟ ايوه استاذ. استاذ عبير وصل وبتسال عليك. ايوه يا كرم، قلت لك مش عايزه اسمع صوتك تاني. ما انت ما بتكلمنيش الا لا في مصيبه لا عايز فلوس. نعم. لا 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 لا، المره دي مش هساعدك. اعلى ما في خيلك اركبه. مش عايز اسمع صوتك قلت لك. ويلا سلام عشان عندي شغل. ماشي. مساء الخير يا استاذه. اهلا استاذ سعيد. سالت على حضرتك. ربنا يخليك. يا احنا جاهزين كده. ياسر جه؟ هو والله انا لسه مكلمه حالا وهو على وصول. طيب طيب انا جاهزه بس شويه كده وهحصل. يلا بينا دقايق ان شاء الله نبتدي. اعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم جميعا. مساء عالم الرياضه. عالم الرياضه كله جديد، كله مفاجآت، كل يوم معانا نجم. هنتكلم وهنحكي وهنقول اسرار وحكايات. معايا النهارده كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن حازم امام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فؤاد. طبعا انا متشكر على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها لي. لا دي اقل حاجه. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن حازم النهارده عايزين نتكلم شويه مع بعض وندردش، والناس عايزه تعرف حاجات كتير. نبدا النهارده نتكلم في اول كلامنا عن بداياتك خالص في نادي الزمالك. هل انت من ناشئين نادي الزمالك ولا كنت في نادي تاني وجيت على نادي الزمالك، ولا الحكايه؟ عايزين نعرف الحكايه كلها. لا طبعا انا بادئ في من ناشئين نادي الزمالك. قعدت خدت الاختبارات من وانا عندي 6 سنين. بدات اتدرج في مراحل الناشئين لغايه لما تدرجت ووصلت للفرقه الاساسيه، لان كنت انا بلعب في مدرسه الكوره من وانا عندي 6 سنين. فبدات العب في الفرقه الاساسيه من وانا عندي 8 سنين. يعني بدات امشي بصوره، الحمد لله بدات امشي بصوره كويسه لغايه لما طلعت الحمد لله للدرجه الاولى يعني. ودخلنا في تحت 14 و16. اكيد طبعا يعني كانت فترات، طبعا كانت فترات كويسه جدا. كنا بنلعب فرق قويه طبعا، ودورات كانت بتبقى قويه جدا، وكان على طول ماتشاتنا الماتشات بتاعتنا بيننا وبين النادي الاهلي كان بتبقى قويه جدا في السن ده عموما يعني. يا نعيم افرد وشك يا نعيم، انا مش جايبك تخوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ياسر ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا معتز المساعد استاذ سعيد مخرج البرنامج. اهلا، ازيك يا معتز؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله استاذ. امال الاستاذ عبير فين؟ ده انا بحبها قوي. هي حضرتك هتلاقيها هنا في الاوضه هنا بتجهز. طيب امال انا اوضتي فين يا ابني؟ اول اوضه لمين؟ تمام. طيب ماشي، عن اذنك. اتفضل يا استاذ. استاذ ياسر. ايوه يا فندم. ممكن طلب؟ لا ايه، فلوس؟ ما حلتناش حاجه، انا سالف منه قبل ما اجي. لا انا كنت عايز اتصور مع حضرتك واحد سيلفي. بس كده من عينيا الاثنين. الله يخليك يا استاذ. والله معاك موبايل؟ معايا موبايل. الله حلو ده. اتفضل بقى حضرتك صورني. يلا يا سيدي. يلا يلا. انا
في ايه يا معتز؟ انت هتبوسني ولا ايه؟ لا لا الصورة بس. هنا. هنا؟ يلا يلا. بوزك كله طلع في الصورة. زي العسل. ربنا يخليك يا استاذ. متشكر والله. عن اذنك يا معتز. استاذ. ايوه الموبايل بتاعي. ده مؤاخذة. ماشي. اتفضل. نورنا والله يا استاذ. الله يخليك. انا فرحان وشفتك والله. الله يحفظك. ربنا يخليك لينا يا رب وما نتحرم منك ابدا. جلهم لك. ربنا يخليك. عمر يا مدام. قمر يا بيبي. ميرسي. انت خارج ولا ايه؟ يا روحي اجيب لك حاجه من تحت. حاجه من تحت؟ انت نسيت ان احنا معزومين ولا ايه؟ كرم انت فيك ايه؟ انت رجعت تاني ولا ايه؟ ايه البيت وليه ده؟ والله ما رجعت، والله ما رجعت. ليه حرام عليك؟ نزلت عليك وخفيت وبقيت زي الفل، ليه ترجع تاني؟ انت ايه؟ انت ما بتتعبش؟ ما بتزهقش؟ مش عرفان من نفسك؟ قلت لك مفيش حاجة، مفيش حاجة، خلاص بقى خلاص بقى. طب بما انه خلاص بقى، هات الفلوس، هات ايه؟ هات الفلوس، هات الفلوس تاني. مفيش فلوس تاني، مفيش فلوس، حرام عليك. ما انا قلت لك يا اخي مش كل واحد خسر شركته وفلس يعمل كده، حرام عليك. قلت لك هقعد كام مره هساعدك وهتبقى احسن من الاول، انت مفيش فايده فيك خالص. ولعلمك مفيش فلوس تاني، هاخد فلوسي كلها ومش هسيبها في البيت، ولا مجوهراتي اللي سرقتها من سنه، فاكر ولا نسيت؟ ما لحقتش تنسى طبعا. كرم طلقني يا كرم، طلقني. قلت الفلوس يا شيخة روحي. طلعني 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 طلعني. طيب نتكلم بقى عن منتخب مصر. نفسنا نوصل لكاس العالم. انا شخصيا ما شفتش كاس عالم من سنه 90 وعايزين نجيب جون تاني، يعني مش كل هنقعد نجيب جون واحد طول حياتنا. انت شايف ايه بالتوليفه اللي موجوده، انتوا كشباب دلوقتي موجودين والمدرب الحالي لمنتخب مصر، شايف في امل ان احنا نوصل لكاس العالم فعلا؟ انا شايف ان في امل الفتره دي اكتر من السنين اللي فاتت بكتير. ليه؟ احنا عندنا الحمد لله دلوقتي لعيبه محترفين مؤثرين جدا، محمد صلاح والنني وكوكا طبعا لعيب مؤثرين جدا. هتشوف جوه مصر برضو حتى اللعيبه الصغيرين، تلاقي لعيب زي حجازي راجع من فرونتينا برضو لعيب كويس. عندنا كابتن حسام غالي طبعا خبره في نص الملعب. هتلاقي عندنا عبد الشافي، ما عندناش لعيبه صغيره يعني اتقال عليها ما عندهاش خبره. طيب حازم امام، هبعد بيك شويه وهقول لو انت وصلت لمرحله انك اعتزلت الكوره هتعمل ايه؟ افضل في مجال الكوره برضه، يعني تدريب وكوره، مش عايز مثلا تخش في اعلام تنافسنا حاجات كده؟ مش لا عايز لا ادرس نفسك طبعا يا كابتن. لا انت لا في انت انا في حته وتنور. لا كابتن، لكن انت شايف نفسك في الكوره يعني التدريب؟ بحب، انا بحب يعني ما بشوفش نفسي بعيد عن الكوره، يعني لازم افضل موجود في المجال ده. لو سمحت اعمل لي واحد شاي انما سكر سعيد. مدام عبير جهزت؟ مدام عبير جهزت واستاذ ياسر وصل وبيجهز. حازم احنا دلوقتي الدوري طبعا بدون جمهور، نلعب من غير جمهور. لو رجعنا من كام سنه ورا كانت الملاعب الماتشات كلها كان الجمهور طبعا بيملى الملعب وكان الموضوع مختلف خالص. انت كلاعب كوره فارق معاك الموضوع؟ اكيد يعني طبعا. حاسس بفرق؟ طبعا ماتشات ملهاش طعم من غير جمهور. كان الفترات اللي احنا اتحطينا فيها تحت ضغط السنه دي بجمهور
نادي الزمالك احنا خسرنا نتيجه كبيره في تونس بسبب ان احنا بقالنا فتره كبيره مش حاسين بالجمهور الهيصه دي طبعا. والنادي الاهلي نفس الحكايه خرج من بطوله افريقيا بسبب الضغط الجماهيري فدي اثرت طبعا على لعيبه مصر كلها. احيانا الفريق بيبقى متاخر بهدف او هدفين او محتاج يجيب هدف والحماس الجماهيري ده بيخلي اللعيبه تاكل النجيل زي ما بيقولوا. اكيد اللعيب رقم واحد الجمهور اللعيب رقم واحد يعني بيطلع الطاقه اللي جوه اللعيب اللي هو مش قادر يطلعها. ربنا يوفقك كابتن حازم في نادي الزمالك وفي منتخب مصر وان شاء الله توصلوا لكل الاحلام اللي انتم بتتمنوها ان شاء الله يا كابتن. وميرسي لوجودك وشرفتنا ونورتنا. انا مشرف بيك كابتن ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك يا رب. اعزائي المشاهدين ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده من عالم الرياضه. بكره ان شاء الله نفس الميعاد مع عالم الرياضه ونجم جديد وكابتن فؤاد. تصبحوا على خير. شكرا كابتن. توفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن ربنا يخليك كابتن. احسنت يا كابتن شرفتنا ونورتنا. موافق ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. شكرا. نسبة المشاهدة بتزيد كل أسبوع عن اللي قبله. الإعلانات كويسة؟ تمام التمام برافو عليك. بقول لك أنا سمعت إن عبير فهمي بتعمل برنامج هنا جديد مش كده؟ في الاستوديو اللي جنبينا. ده المفروض إن أول حلقة النهاردة وأعتقد إن هم هيبدأوا التصوير كمان شوية يعني. طب كويس عشان أروح أبارك لها أحسن دي عشرة من زمان. كلك ذوق يا كابتن طول عمرك صاحب واجب. تعيش يا سعد. اتفضل يا كابتن. وليد بعد اذنك مش عايزه يبان. اوكي حاضر يا استاذ. استاذه هنبدا بالانترو وبعدين هنخش في الحلقه على طول. حاضر تمام حاضر. يلا يا جماعه احنا جاهزين. مش عايز السلك يبان. شكرا يا عم بكر ربنا يخليك. خلاص هو حلو تمام. ميرسي يا وفيق ربنا يخليك. اهلا اهلا فنانة. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ ازيك اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله. والله والله انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده. احنا اللي مبسوطين جدا ان انت معانا. ربنا يحفظك. اول حلقه ويا رب خير لينا ان شاء الله. مساء الخير. اهلا وسهلا. ايه ده يا كابتن فؤاد؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ ياسر اهلا يا كابتن. اهلا. والله بحبك جدا وبتابع كل برامجك انت والاستاذه. والله ربنا يكرمك. اتفضلي. ايه ده ورد كمان ليا؟ متشكره خالص. اقل حاجه. لا متشكره خالص. ما شاء الله الديكور هايل. جميل الحقيقه. والبرنامج اول حلقه احنا قلقانين شويه بس يا رب خير ان شاء الله. لا خليه على الله. ان شاء الله ان شاء الله خير. جمدي قلبك. الله يخليك. ميرسي. تسمحوا لي اخد صوره معاكم بالمناسبه دي بقى ان هي اول حلقه. حاضر. اوكي يا معتز. اتفضل. ايوه استاذ. فاكر لما صورتك بره؟ حصل يا استاذ. ممكن تصورني مع الاساتذه؟ اكيد طبعا اكيد. اتفضل. اتفضل يا فندم. ممكن موبايلك؟ معتز صورنا. انا صورنا حاضر. اوكي اتفضل استاذ. ميرسي حبيبي. يلا شدوا حيلكم يا جماعه. ميرسي يا فندم. يلا يا جماعه جاهزين. ميرسي يا كابتن. ميرسي يا كابتن. متشكرين جدا. اتفضل. ربنا يخليك لكل الملاعب يا رب. ميرسي يا عم بكر حطها لنا في الاوضه الله يخليك. ميرسي لحضرتك. فرج. نعم يا عسليه. ما تنساش الكابتشينو بتاع المدام تدخله لها اوضتها عشان هو اللي بيعدل لها دماغها. حاضر من عينيا. حاضر. ما تنساش من غير سكر. حاضر يا سكر زياده يا موز انت يا عسل. يا دمك يا اخي. بقولك يا بت ما تسيبك من الشغلانه دي وتعالى ستتك على حق ربنا. كان غيرك اشطر. يلا اتكل على الله روح شوف شغلك. وين اللي في بالي يا رب. ده اللي جايبه هنا ده؟ أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج أنت مين؟ واسمحوا لنا إن احنا نتعرف على فقرات البرنامج. بس قبل ما نتعرف على فقرات البرنامج معانا النهاردة الفنان المحبوب ياسر الطبجي. الفنان ياسر الطبجي أهلا بيك أستاذ ياسر. مؤاخذة انا بتاع الدلق مني على المكتب فانا ما رضيتش ابوظ الدنيا اول حلقه بقى. ولا يهمك. اهلا بيك ومنورنا في البرنامج بتاعنا. خليك كده نوري.
والبرنامج زي ما انت عارف اسمه انت مين، وهنحاول نتعرف على الجوانب الفنيه والانسانيه على قد ما نقدر. فاسمح لي ان انا اسالك في اول سؤال كده، يعني مش هسال السؤال التقليدي اللي الناس بتساله. هقول لك انت عملت اعمال كتيره. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. ايه اقرب عمل لشخصيتك الحقيقيه؟ قريبه من الشخصيه؟ لا، من الشخصيه الحقيقيه. من الشخصيه الحقيقيه؟ لا، هو معظمهم ما كانوش قريبين من الشخصية الحقيقية، بس لازم يبقى فيهم حاجة من عند ياسر. أكيد. زي إيه؟ كلهم لازم يبقى فيهم جزء منك، يعني لازم تحطي زي تاتش كده من ياسر، يعني من الروح بتاعته، من حاجة بتاع كده، بحيث إن أنت وأنت بتعملي الشخصية لازم تبقى قريبة منك. طب بس تعالى نتعرف على الأعمال. من أول ما، يعني من أول أهل كايرو لحد ذهاب وعودة السنة اللي فاتت، يعني مرورا بقى بالهروب والسبع وصايا والصديق العمر والزوجه الرابعه. طب تعالى اخطفك بقى واقول لك بتحضر ايه دلوقتي عشان يبقى سبق للبرنامج بتاعنا انت مين. انا بحضر دلوقتي حاجه مع منتج صديق ليا، هنعمل مسلسل على اجزاء. هو اسمه كده؟ لا مش اسمه، هو مسلسل اجزاء. هو اجزاء. هو اجزاء. الجزء 700 حلقه. 700 ده بجد ولا ده الجزء الاول؟ لا انت بتهزر. لا بجد ده بجد. 700 حق. انتوا غلبتوا بقى الاتراك. ما احنا داخلين بقى ننافس الاتراك والهندي والايراني والباكستاني والكوري وكله يعني. وفريندز بقى كله يعني. مسلسل بيتكلم احداثه جديده كمان، يعني ايه بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم الاحداث كلها بتدور في الفضاء الخارجي يعني. ده بجد؟ يعني كلنا بيعينوا دلوقتي فوق في الفضاء. انت بتهزر؟ لا مش بهزر. فضاء خارجي يعني رواد فضاء. احنا نفسنا فاضيين، فقلنا ايه نعمل حاجه عن الفضاء الغريب. طيب احنا ممكن نقعد كتير مع حضرتك. يا ريت. انت عسل وانا مبسوط ان انا معاكي والله في البرنامج بتاعنا. جمهورنا اكيد والمشاهدين مبسوطين، لكن احنا عايزين نتعرف بقى على فقرات البرنامج بتاعنا. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف قدامك كده. الصناديق دي بالوان مختلفه، ابيض اخضر اسود. جواها حاجه ممكن تكون بتستعملها او ما بتستعملهاش، ممكن تكون لازماك او مش لازماك، ده اللي هنتعرف عليه من كل صندوق. اوكي. يعني الصناديق فيها حاجات يعني. طيب. وحاجات احنا بنستعملها يا بنستعملها يا بنستعملهاش. تمام. هنشوف بقى. يعني هنفتح مثلا اول صندوق الابيض. اتفضل حضرتك. الصندوق الابيض. ايوه الصندوق الابيض. ايه ده؟ ايه رايك؟ ده مايك. ها بتستعمله ولا بتستعملوش؟ لا استخدمه. المايك استخدمه في ايه؟ انت عشان حضرتك بتمثل. ده لحضرتك المايك ده. لا انا ما بعرفش اغني. ممكن اغني فيه مش كده؟ برافو عليك. ايه رايك؟ اصل انا احتاج اللي يوجهني جدا. تحب تغني لمين؟ اغني لفوزي. يا سلام. لحليم. حليم. فريد الأطرش. الله الله. عبد الوهاب مع حفظ الالقاب. طبعا العظيمه. بص انا ما بنقول الاغاني كده اكيد طبعا ذهنك بيبقى حاضر لحاجات كتيره. اي تحب تغني لمين؟ انا هغني الورده. انت فكرتيني. عظيمه. يا ريت. هتغني ايه الفنان؟ ايه هتغني ايه؟ هغني مالي. اتفضل. فنانة جميلة. مش عشان اتفضل. مالي وانا مالي. بعد اذنك ونرجعه مكانه. ميرسي خالص. وهندخل على الصندوق. حلوه اللعبه دي. عجبتك؟ عجبتك؟ ايه رايك؟ الصندوق الاخضر. ايه ده؟ الله. وري جمهورنا كده. تفاحه. بتستخدمها ولا ما بتستخدمهاش؟ بتحب التفاح؟ طبعا تستخدم. طبعا اهو. يعني بنستخدمها كلنا بنستخدمها. طب تمام. حضرتك كنت جعان ولا ايه؟ انت عارفه انت لو حطيتي سندوتش وكوبايه شاي في الصندوق ده في اللعبه دي ناس كتير هتجيبك. طب تمام حاضر. دي تبقى وجبه حضرتك. نفتح الصندوق الثالث والاخير. الصندوق الاسود. الاسود بالظبط. ده غير بتاع الطيار. ده غير بتاع اي حاجه. الصندوق الاسود. بسم الله.
يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ وري جمهورنا كده الصندوق فيه ايه. ده ايه ده حقيقي؟ بتستخدم حقيقي. بتستخدم المسدس ولا لا؟ يعني استخدمه في ايه بس؟ ممكن يعني ده بيبقى في الشغل مثلا في اكسسوار يعني، بس بيبقى فيك ما بيبقاش يعني ما بتستخدموش. لا والعياذ بالله ربنا يكفينا شره. طب ربنا يخليك ما تستخدموش ابدا. خلاص دلوقتي احنا خلصنا الفقرات بتاعتنا، الفقره الاولى خلصناها، عندنا الفقره الثانيه بقى. الفقره الثانيه الحاج خليل فاز بعمره ما شاء الله، ويا ريت حضرتك اللي خلص التفاح. لا لا تمام. يا ريت حضرتك تقدمها لي. والله ده يزيدنا شرف، نقدمها له طبعا. حاج خليل اتفضل يا حاج. اهلا اهلا. مبروك يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا 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 وسهلا. خليل بيبخ. مبروك يا حاج. لا ولا يهمك حاج، استغفر الله. دي رحله عمره ربنا يجعلها مقبوله كده باذن الله. بس انا ليا طلب عندكم، ممكن تلبوه لي؟ اتفضل يا حاج. انا ابني متخرج من الجامعه لي 10 سنين ومش لاقي شغل، حاولنا نشغله ما عرفناش نشغله، فممكن انتوا تشغلوه؟ هو خريج جامعه تجاره بدرجه جيد، يبقى لكم الشكر. لو بيبخ زيك كده محدش هيشغله يا عم خليل. لا هو مش بيبخ ولا حاجه. في حاجه بتحك في بق عم خليل يا حاج. سيب عنوانه بره، واحنا ممكن لو في ايدينا حاجه نعملها له هنعملها. حتى ما هو معايا هنا يا محمد. اهو ابني اهو ده محمد. ده اهلا يا محمد. اهلا. التجار الصايع اللي ملوش شغلانه ولا مشغله ولا حاجه. بتعمل ايه؟ انت جاي تشحت عليا؟ انت عايز تفضح قصاد الناس دي كلها؟ ايه ده يا استاذ محمد؟ انا جاي معاكي عشان الجايزه وبس. انت خليكي في حالك انت. ايه ده؟ اتكلم معايا. قله الادب. ولا انت كمان؟ اتكلم بلياقه. انت مالكيش دعوه. ايه ده؟ انت قليل الادب. بس يا ابني ابني اتصرف كده. انا هخلص منك يا فندم. ايه اللي بيحصل ده؟ استنى يا فؤاد اما تشوف ايه اللي هيحصل. استنى ايه؟ ممكن حد يتاذي كده؟ ممكن يعملوا مصيبه عندك في القناه هنا. معقول الكلام ده؟ هو ايه اللي يتاذي؟ فؤاد بلاش شاور. فؤاد انا الحقونا يا اخوانا الحقونا. شوفوا الواد ابنه ده فين وهاتوه. ليه كده؟ دي طالعه بجد دي ولا ايه؟ امال ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا ما عملتش حاجه. ياسر هو اللي عمل. ياسر مين يا استاذه؟ انت اللي ضربه بالنار دلوقتي قدام الناس كلها، وبعدين ازاي زفت مسدس زي ده ما يتامنش عليه؟ يعني ايه مسدس ويخش طالب جد؟ قول لها يا استاذ ياسر. معلش يا ياسر، احنا كنا عاملين فيك لعبه. مقلب يعني؟ دي كانت لعبه؟ متاسفه يا كابتن فؤاد، انت ما كنتش محسوب في اللعبه دي خالص. انا كل خوفي على رحله العمره بتاعتك. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه الحلقه الاولى من برنامجكم اللعبه. نشوفكم في لعبه جديده مع نجم جديد، وكل سنه طيبين. معلش يا ياسر احنا اسفين، ما كانش قصدنا. اللي جاي هتبقى احلى. جهز لي الحاجات دي. احسنت يا استاذه، حلقه هايله. ثانيه واحده يا فندم. متشكره يا استاذ سعيد، الله يخليك. احنا لسه بنقول يا هادي. احسنت يا ست الكل. الله يخليك. لا هيبقى في تنوع مع كل ضيف طبعا. ايوه طبعا. فاهمه قصد حضرتك، ولو اني يعني مش مقتنع خالص بموضوع المقالب ده بجد، بس بدل حضرتك بتقول كده خلاص الف مبروك علينا. ميرسي يا فندم. ميرسي، الف مبروك. الله يخليك. الله يخليك. لا طبعا، بس بجد الواد اللي اسمه محمد وابوه ده تمثيلهم هايل. هو ابنه بجد؟ ده انا صدقت فعلا انهم اب وابنه. ده حتى الكابتن فؤاد شربها. وانا سبته اتعامل، ما رضيتش احرق لكم اللعبه. بكل اسف. لا فعلا هو صعب عليا اكتر، على فكره اكتر من ياسر نفسه. ما حرام الحاجات دي، بس يلا بقى هنعمل ايه؟ بدل هي فكره البرنامج.
متشكره قوي. باي باي. لا هعدي على حياتك طبعا قبل ما امشي طبعا. ميرسي متشكره. استاذ عبير حضرتك نسيت الورد. اه ميرسي. انا عفوا استاذ. فين الفستان؟ فين الفستان؟ حالا يا مدام حالا. حاضر. هاي يا بنتي ايه الاخبار؟ انا رايحه اهو بس وانا اكون مخلصه اهو. بس هو ايه اللي بهدله كده؟ الزفت فرج بتاع البوفيه قلت له يحط لها الكابتشينو في اوضتها راح دلقه على الفستان. المشكله بقى ان هي عايزه الفستان ده النهارده عشان هتحضر بيه فرح واحده صاحبتها. دي لو عرفت ان الفستان ده بالذات جرى له حاجه هتطين عيشتي النهارده. تعالي انا جاي معاكي خلينا نخلص. ادخل. ايه ده يا ريس؟ ايه الجو ده؟ مش قلت لك ما تروحش؟ ايه رايك يا فؤاد؟ عجبك؟ مش مساله عجبني. سنصي مش واخد على عبير انها تعمل الحكايه دي. مش اسلوبها ولا طريقه تفكيرها. اهي فاجاه الكل. ايه رايك بقى؟ بصراحه رايي انها ما تنفعش في البرامج دي. مش جوها. عبير طول عمرها بتعمل برامج محترمه، تخدم الناس، تخدم المجتمع، برامج مفيده. يا فؤاد الدنيا بتتغير واحنا لازم نسير الجو. وبعدين بنت شاطره وذكيه. طب ما في ناس كتير قوي شطار واذكيه، اشمعنى عبير بالذات يعني؟ عشان استفيد من نجاحها. ايوه في ناس برضو كتير قوي ناجحه، ليه عبير يعني؟ انا مش فاهم، مش قادر افهم. انتوا ليه قلبين على عبير؟ مش قلبين ولا حاجه يا ريس، انا شخصيا غيران على نجاحاتها القديمه. لا ما تقلقش انت بقى على نجاحاتها القديمه، خلينا في نجاحاتها الجديده اللي هتحصل ان شاء الله. البرنامج الجديد هينجح ويكسر الدنيا. انت شايف كده؟ عبير ايه اللي دخلك هنا؟ فين السكيورتي؟ سكيورتي؟ سكيورتي ليه انا يا عبير؟ ليه؟ ده انا بحبك عبير. انا اتغيرت، بقى الكرم اللي انت عايزاه. قومت نفسي من اول وجديد وكلمت رجال اعمال والشركه بقت تمام. انا بقيت تمام يا عبير. ارجوك ارجوك نرجع لبعض. انا محتاج لك. بقيت تمام لنفسك وكفايه بقى فضايح حرام عليك. عبير ارجوك انا بحبك، صدقيني انا لسه بحبك. اطلع بره، مش عايزه شوشره هنا كمان في القناه. اللهم طولك يا روح. عبير عشان خاطري انا ماليش غيرك. أنا محتاج لك والله محتاج لك. إحنا مش طلقنا وأنا بريتك، عايز مني إيه تاني؟ بس أرجوكي 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 نرجع لبعض. كرم عايز إيه؟ ممكن 1000 جنيه سلف؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ مش جديدة عليك، مفيش فلوس. طب 500 جنيه. اتفضل اطلع بره. طب أي حاجة، أنا ما معيش فلوس أروح. إن شاء الله ما روحت، أنا مالي. اطلع بره. أهرب بره. كده؟ كده. يعني ده اخر كلام عندك؟ اللهم طولك يا روح. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفولك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. انا هوريك. مش جديده عليك قله الادب، اطلع بره. هفضل كده لحد امتى؟ خير يا مدام؟ هو في خير ايه؟ انت كنتي فين اصلا؟ انا كنت بنضف لحضرتك الفستان، اصل الواد فرج بتاع البوفيه وقع عليه الكابتشينو. يعني من وقع الكابتشينو على الفستان اللي هروح بيه الفرح؟ ما انا هقول لحضرتك، اصل هو يعني وقعه غصب عنه وانا رحت نضفته. انت مخك ما بقاش في الشغل خالص، وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. انت مش مراعيه اكل عيشك. فين البروش؟ ضاع بقى، اتسرق، اهمال. دوري عليه. لا دوري عليه. موجود والله. اتفضلي دوري عليه دلوقتي. مش هتلاقيه يا مدام. موجود. سيبي اللي انت عماله تكركبيه ده والفستان اللي اتبهدل اللي هروح بيه الفرح اللي في ايدك ده. البروش هنا والفستان. سيبي، انا دورت، هو مش هنا يا مدام. انا حطاه ازاي؟ مش موجود. اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام؟
مدام مثلا اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني دي اخر مره قلتيها كتير قوي وسامحتك كتير قوي اتفضلي اطلعي بره انا اللي فيا مكفيني النهارده كفايه عليا كده اتفضلي اطلعي بره وسيبي الفستان اللي اتبهدل في ايدك ده يا مدام الله يخليكي دي اخر مره والنبي الحبه بقى الحبه اتفضلي اطلعي بره طب انا هدور على البروش دلوقتي حالا والنبي هطلعه دلوقتي شلتك اطلعي بره ازعق اكتر من كده اتفضلي لو سمحت اطلعي بره سامحيني يا مدام والنبي اخر مره الله يخليكي انا قلت اللي عندي اتفضلي اطلعي بره 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 بقى يا مدام الارزاق بيد الله شوحي شوحي ما ده العاده بتاعتك وارمي الفستان قوي مساء الخير ممكن ادخل يا فندم طبعا طبعا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اتفضلي نورت المكتب الله يخليك واي وقت بعد كده تحبي تقابليني فيه ادخلي بدون استئذان ما هو ما كانش ينفع ان انا اخلص الحلقه وامشي من غير ما اسلم على حضرتك بس الحلقه كانت رائعه برافو عليك يا نجمه يا نجمه نجوم الاعلام المصري متشكره ده كله بتشجيع حضرتك لا ابدا ده بمجهودك انتي انت عارفة انا ما بحبش المجاملة خصوصا في الشغل اه طبعا ولو اني يعني مش دي نوعية البرامج اللي انا متعودة اقدمها حضرتك عارف ان انا من يوم ما جيت القناة هنا وانا بحب اقدم البرامج اللي بتساعد الناس وتفيدهم بس هنعمل ايه بقى دي اتجاهات كل القنوات بحجة ان الجمهور عاوز كده ما هو انت عارفة بقى ان احنا لازم نسير الموجة والمنافسة بين القنوات بقت نار والإعلانات هي دلوقتي اللي بتتحكم في المنافسة بكل أسف بس سيبك انتي الحلقة هتاكل مع الناس برافو عليكي ده كلام برضو اتقال في تليفون يا ريس اهلا يا كابتن ايه اللي انا سمعته ده سمعت يا فقش البرنامج بتاعي هيتلغي اخ يا كويس انك فكرتني انا والله كنت ناوي اكلمك واقول لك بس انت عارف مشاغلي بقى فؤاد انت عارف انا بحبك ومعجب بيك قد ايه بس ده مش معناه اننا نستغنى عنك وعن خدماتك لا صحيح انت العقد بتاعك قرب ينتهي بس احنا ممكن نشوف لك حاجه جديده ونجدده لك حاجه تانية زي ايه يعني برنامج طبخ مثلا طبخ ايه انت بتتريق على كلامي ولا ايه يا فؤاد شوف لك فكره برنامج رياضي جديد حاجه كده تكون اوبن اير شويه موزز حلوه لقاء مع فنانات موزز ايه واوبن اير ايه انا راجل بقدم برنامج رياضي محترم قبل ما اجي هنا كنت ناجح وجيت هنا فضلت ناجح وهفضل ناجح لا الكلام ده معادش بقى الناس عاوزة الستايل الجديد عاوزة تغيير صدق الواحد ما كانش واخد باله انه بقى موضة قديمة قوي كده بس انا متشكر قوي متشكر على النصيحة الغالية دي وعدك اني هنفذها اوعدك أنا عجبتني الحلقة قوي علشان كده اتفقت مع الشركة المنتجة إنها تعمل لنا سيزون جديد ياه معقولة بالسرعة دي؟ طب كنا استنينا كم حلقة كمان أصل بصراحة مش هكذب على حضرتك التجربة دي جديدة وغريبة عليا ما هو الجواب بيبان من عنوانه يا نجمة الإعلام المصري الله يخليك متشكرة قوي بصراحة على ثقتك فيا دي إيش في العصير؟ مرسي ما انت عارفه بقى ان انا عامل دايت عموما اما تخلصي ال 30 حلقه اللي معاكي وجهزي ب 30 حلقه جداد
ثلاث ايه ده؟ واحنا كده هنعرض على مدار السنه كلها بقى ولا ايه؟ لا انت هتعرضي حلقتين في الاسبوع. حلقتين ازاي؟ ما هو الكابتن فؤاد هنلغي البرنامج بتاعه لانه مش محقق نسبه مشاهده وانت هتاخدي المساحه بتاعته. ايوه يا فندم، بس حضرتك كده هتحطني بقى في موقف محرج جدا مع كابتن فؤاد. لا انسى الموضوع ده خالص، انا كنت عايز اعمل الحكايه دي من زمان، وبعدين مش ذنبك انك اعلاميه شاطره. الله يخليك. اللي تشوفه. ومكملين فقراتنا، ودلوقتي هنبدا اول فقره. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف كده، فنان الجميل حسام فارس. الصندوق الاول والثاني والثالث ابيض اخضر اسود. تمام، هنفتح الصناديق ونشوف الحاجات اللي جواها حضرتك بتستعملها ولا لا. ويطلع مقلب بقى ونلاقي تعابين وعقارب والجو ده، صح؟ والله ما نعرفش هنطلع فيها ايه، ده بخت بقى، ربنا يستر. احنا هنشوف هيحصل فيها. هنفتح اول صندوق، الصندوق الابيض، ونشوف اللي جواه حضرتك بتستخدمه ولا لا. ما تخافش، ما تخافش، افتح مايكروفون. ها، بتستخدم المايكروفون ولا لا؟ والله انا اتعامل معاه لقاءات، لكن انا عمري ما غنيت ولا بقيت مذيع عشان استخدمه. ما يعني انت ما مسكتش المايكروفون قبل كده؟ لا عمري. طب لو استخدمت المايك وحبيت تغني مثلا، تغني لمين؟ هو انا عمري ما غنيت، انا صوتي وحش جدا. ولا في الحياه كده، في الصالون، في المطبخ، وانت بتعمل حاجه؟ صدقيني مش في مصلحتك ولا مصلحه الناس خالص. لا، الناس بتحبك والناس هتحب كل حاجه هتقدمها لها. انطلق. طب اتفضل يا فندم. والنهارده معانا المذيعه المشهوره عبير، وضيفتنا النهارده فهنسالها انت مين؟ برنامج انت مين؟ قولي لي انت مين؟ طيب مذيعه وبعمل تاني حلقه من برنامج اسمه انت مين؟ مش انا. وان شاء الله يا رب يعجب الجمهور. ندخل على ايه؟ الصندوق الاخضر ولا الاسود؟ الصندوق الاخضر. الاخضر. تمام، اتفضل. انت ليه خايف كده؟ والله قلقان، اصل الدنيا طيب؟ ما بقاش فيها امان خالص. عبير ليك حق والله. يلا، ده بسكوت. بتستخدم البسكوت ولا لا؟ والله انا عامل دايت، بس يعني احيانا لما ببقى رايح الجيم ومش واكل لازم اخد اي كربوهيدرات وسكريات، علشان الواحد بيحرق كتير في الجيم. طب عايز تاكل بسكوت دلوقتي ولا لا؟ ممكن. يلا يلا، انا والشفا. ما هو لازم كل صندوق نستخدم اللي فيه او ما نستخدمش اللي فيه. ماشي، اوكي. لانا والشفا. تمام، طبيعي جدا. شفت مفيش تعابين ولا اي حاجه؟ حضرتك خايف كده على الفاضي. انا قلقان جدا. طيب. لا لا لا، اهدى كده بس. هنرجع الصندوق الاخضر ونفتح الصندوق الاسود. ده انا قلقان منه بجد. انت قلقان من اول الصندوق الابيض يا عم. في كمين يعني، فده يطلع فيه كمين في الاخر، صح؟ تفتكر هيطلع فيه ايه؟ استنى، ما تفتحوش. تفتكر يعني ممكن يطلع فيه ايه كمين؟ حاجه تقيله، ما اعرفش. لا يعني يطلع فيه ايه كمين؟ ما انا ما اعرفش والله. عبيد البرامج اليومين دول بقت صعبه قوي، تلاقي فيه مش عارف يطلع تعابين وايد واحد تحتينا كده، ربنا يستر. طب يلا تعالى نجرب نفتح الصندوق. بسم الله. في ايه الصندوق؟ ايه ده بقى ده؟ ليه كده؟ ليه كده ايه؟ ده مسدس. انت بتستخدمه ولا لا؟ انا عندي مسدس مرخصه، بس ما بمشيش بيه كتير دلوقتي يعني. تمام. طب استخدمته مثلا في الحياه ولا في التمثيل؟ لا، بيبقى معايا المسدس بتاعي يعني. كنت بمشي بيه بالعربيه لو انا عندي تصوير في اماكن مقطوعه، لو انا مسافر بالليل في طرق صحراويه. بيبقى معايا، لان احنا زي ما انت عارفه ان احنا ممكن نبقى بنصور في مكان جبل طبعا، وخارجين واحنا مش عارفين الدنيا عامله ازاي. فكنت بستخدمه فتره، بس دلوقتي موجود في البيت. تمام، يبقى احنا كده الثلاث صناديق طلعت حضرتك بتستخدمه. تمام. احنا كده خلصنا من الفقره الاولى، هندخل على الفقره الثانيه. والفقره الثانيه المفروض ان احنا في فايز معانا بعمره، هو الحاج خليل، ويا ريت ان حضرتك اللي تقدم له الجائزه بتاعته. ما شاء الله، طبعا ده شيء يشرفني طبعا.
معانا الحاج خليل. اتفضل يا حاج. ألف مبروك يا عم خليل. الله يبارك فيك. متشكرين متشكرين قوي. ألف مبروك وربنا يتقبل إن شاء الله. ربنا يخليك. متشكرين قوي. مبروك يا حاج. مبروك ربنا. مبروك يا حاج. بس أنا ليا طلب صغير ممكن. عينينا. اتفضل يا حاج. ربنا يخليك. أنا عندي ابني ابني خريج جامعة لي 10 سنين دلوقتي ولحد دلوقتي ما اشتغلش ومش عارفين نشغله، فعايزين نشوف له شغلانه كده. هو خريج تجاره بتقدير جيد. وماله حاج، سيب العنوان واحنا هنشوف ايه اللي نقدر نعمله ونعمله له. لا عنوان ايه، انا ما جايبه معايا اهو. يا محمد محمد اهو اهو ابني اهو ما شاء الله عليه اهو محمد اهو اللي هو محمد. مش لاقي شغل. ازيك يا محمد؟ نور الدنيا يا حبيبي. اهلا بيك. مش لاقي شغل وعايزين ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا حاج. عليك ارحمني بقى. لا ان شاء الله. انت من الناس يا ابني بقى. عشان مش عايز يا بابا انت كده هتعلق. معلش يا محمد ما ينفعش تمسك بابا حبيبي. ارحمني بقى. اهدى يا حبيبي. ده بابا في حالك انت بس. خليك ايه ده ايه ده بتتكلم ازاي كده؟ خليك حالك. اتكلم بقى. اتكلم بقى. خليك في حالك. مفيش دعوه. انت مش تخلي عندك رياضه. انت صرف كل المشاكل دي عاجبك كده؟ ايه ده ايه ده ولا ولا انا هقتلك ولا انت مجنون ولا ايه ولا انت مجنون ولا انت ولا ظابط جلع انت عايز جلع ظابط جلع مجنون ده ولا ايه يا عم؟ ولا ايه ده؟ انت عريض ولا ايه؟ مجنون ولا ايه ده؟ انا هقتلك والله هقتلك. حد يطلب اسعاف يا اخوانا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انتوا هتفضلوا واقفين كده يا اخوانا؟ طب حد ينده اسعاف يا جماعه؟ يا عبير انتوا بتهزروا. هزار دمه تقيل قوي بجد. يعني ايه بقى؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي عملت كل حاجه. انا عملت؟ انت بتهزري يا عبير ولا ايه؟ لا انت اللي عملت. انا ما عملتش حاجه. ايه الهزار ده يا جماعة؟ لا اله الا الله. بتهزري؟ صراحة احنا بنهزر. يا الهزار ده متقيل قوي بصراحة يا جماعة. يعني الهزار ده متقيل قوي والله يا عم. الهزار ده متقيل قوي. نشفته دم بصراحة. هي اللعبة كده. حرام عليكم والله. كان لازم نعمل كده. قوم يا عم خليل سلم على حسام. عم خليل سقف العم خليل. مية مية. عايش الدور تمام. صح. اه. يلا يا عم خليل. عم خليل. يلا يا عم خليل. نام. عم خليل. مصدق. ايوه. يلا عم خليل. لا بخير. يلا قوم يا عم خليل. عم خليل. تسقيفك كمان يا عم العم خليل. يلا يا عم خليل. استنوا استنوا. الراجل قطع النفس. يا راجل لا. ده في رصاصه بجد دخلت في صدره. رصاصه ايه؟ بتهزروا يا جماعه ولا ايه؟ مش ده المسدس اللي انت اشتغلت بيه الحلقه اللي فاتت؟ لا مش ده المسدس اللي انا جايبه. يعني ايه؟ مش ده المسدس اللي انا حطيته في الصندوق. يعني ايه؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. بتهزروا صح؟ بتلعبوا؟ بتلعبوا بتلعبوا معانا؟ الله خليك مات. بتلعبوا معايا؟ يعني ايه؟ يعني عم عم خليل مات بجد؟ يا جماعة اسمعوني ولا ايه يا جماعة؟ لا يا جماعة اسمعوني. يا عم خليلهم انت بتهزر معايا يا عم خليلهم. يا عم خليلهم نور اسود. ايه ده؟ لا 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 انت بتهزر. انت بتهزر معايا يا عم خليل. عم خليل. Thank you.
أنا مش فاهم إزاي قدر يدخل سلاح حقيقي جوه الاستوديو. ده ممنوع في المدينة أساساً. المدام عملت نفس المقلب اللي عملته الحلقة اللي فاتت. معرفش بقى إشمعنى المرة دي يعني اللي حصل كده. وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. يا مدام انا حطاه ازاي مش موجود؟ اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام بس؟ اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني، دي اخر مره. قلتيها كتير قوي. دي اخر مره. الحبه بقى الحبه. اتفضلي اطلعي بره يا مدام والنبي اخر مره. الله يخليكي، انا قلت اللي عندي. اتفضلي اطلعي بره. بره بقى يا مدام، الارزاق بيد الله. شوحي شوحي، ما ده العاده بتاعتك. وارمي الفستان قوي. معرفش اي حاجه يا فندم، الموضوع ده كله مسؤوليه عامل الاكسسوار. والله العظيم يا باشا هو نفس المسدس اللي بستعمله كل مره. يا فندم انا ماليش علاقه بالموضوع ده كله، انا بنفذ اللي هما بيقولوه. وبعدين اتفاجئت ان المسدس حقيقي. بعدين لمؤاخذة لو شفت حد بيبدله كنت هقول لك على طول يا باشا. بعدين يعني انا لو كنت عارف ما كنت هقول، اصل يعني هي المواضيع كلها واضحه. انا عم خليل ده راجل طيب ومحترم، ملوش اعداء علشان حد يقتله. يا فندم انا ما عنديش حاجه اقولها، كل اللي اعرفه ان المسدس ده اتبدل ازاي انا ما اعرفش. وبعدين هبدله ليه؟ ايه مصلحتي؟ ده في الاخر برنامج، انا ما بشكش في حد، انا ما بشكش في حد خالص. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفوا لك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه صوت. اما وريتك يا حبيبي. كده ليه؟ هقتل كده قدام الناس؟ قدام الكاميرات كلها ازاي؟ ازاي يا فندم؟ طب يعني طب ما هو بالعقل، الحكايه كلها بالعقل، يعني لازم برضه البني ادم يفكر شويه. يعني انا من البرنامج فيه هزار اعمل فيه كده ليه؟ ازاي؟ ازاي يا ابني؟ ازاي؟ 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 ازاي يا فندم؟ ازاي؟ ازاي يعني ازاي؟ كله بالعقل. الحقيقه انا مش عارف حضرتك طالبني ايه؟ أنا ما كنتش موجود أصلاً يوم الجريمة. أنا بخلص البرنامج بتاعي قبل البرنامج بتاعها بساعتين، بخلص وبمشي. أنا كنت موجود أول يوم تصوير ليها بس عشان أبارك لها مش أكتر، لكن يوم الجريمة أنا ما كنتش موجود. بس تحليل المعمل الجنائي أثبت وجود بصمات ليك على المسدس يا كابتن. بصمات؟ بصمات ازاي يعني؟ انتوا اكيد غلطانين. هو المعمل الجنائي في بينه وبينك مشاكل شخصيه مثلا؟ يعني ايه حضرتك؟ مش فاهم. ولا برنامجها عالي قوي واخد وقت اكبر ومساحه زياده، او يكون لها استحسان عند مدير القناه زياده شويه؟ عبير مش اشطر ولا احسن مني. الحكايه كلها انها اكلت عقل رئيس القناه، شويه دلع على شويه مياصه يعني. ده مش معناه ان انا ابدل مسدسات يا باشا. بس بعد تفريغ شرايط المراقبة اللي في القناة
اتأكدنا ان انت اللي بدلت المسدسات. أنا اللي بدلت المسدسات عشان مش هسمح لها تدمر حياتي مرتين. أنا حبيتها زمان وسابتني ورحت اتجوزت واحد تاني عشان أغنى مني، سابتني عشان الفلوس، عشان إنسانة أنانية دخلتني المصحة. مش هسمح لها تدمر حياتي تاني، هقتلها وهقتل رئيس القناة كمان. استاذ عبير سعيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك سعيد. الناس كلها في المحطه كانت بتدعي لي وكنا متاكدين ان ربنا هينصرك ويظهر الحق. شكرا. نورت بيتي. الحمد لله على السلامه يا استاذه. ازيك؟ نورتينا. الله يخليك. ميرسي حبيبي. الف الحمد لله على السلامه. اهلا. ازيك؟ متشكره قوي، متشكره جدا. نورت الدنيا يا استاذ. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. وحشتوني كلكم والله. الحمد لله على السلامه. مارك متشكرة ليك. الله يسلمك. توني متشكرة جدا. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. متشكرة ليك. متشكرة قوي معتز. نورتينا يا ست الكل. الله يخليك. متشكرة. متشكرة. متشكرة ليك. متشكرة. متشكرة قوي. الله يسلمك. الله يسلمك. نورتي. كنت وحشني جدا. كنت وحشني جدا. عايزة احكي لك. عايزة احكي لك على اللي حصل. لا بص يا معتز، مش كل مره هنعمل نفس اللي قال. اتفضلي يا عبير، اتفضلي. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. بتهيألي التجربه السخيفه اللي انت مريتي بيها قوتك زياده وحمستك اكتر للشغل، مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. طيب اقدر اقول بقى هتكوني مستعده امتى ترجعي برنامجك تاني؟ اسمح لي يا فندم، انا مش هعمل برامج مقالب تاني ابدا. ليه؟ دي الفكرة كانت ظريفة وكسرت الدنيا. أنا عارفة طبعاً يا فندم، بس بعد تجربتي الأخيرة الحياة أكدت لي نظريتي في الحياة. كفاية أنا بقى نضيع وقت الناس في كلام فاضي. هيستفيدوا إيه يعني لما يشوفوا فنان خايف ولا فنانة مرعوبة؟ إحنا كده بنضحك على آلام الناس وبنقتل جواهم وجوانا احساس الرحمه. عندك حق. امبارح لقيت ابني متصور سيلفي مع عربيه عامله حادثه. بيني وبينك خفت عليه، حسيت ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل جواه. مش جواه بس يا فندم، ده جوانا كلنا. عشان كده عايزين نرجع نشجع الناس ان هي تعمل برامج كلها خير وحاجات فيها فايدة. ضيعنا وقت كتير قوي في برامج تسالي تافهة وبرامج ملهاش أي لازمة. Thank you.
عايزين نساعد أطفال مصر عشان نساعد بعضينا، كل واحد باللي يقدر عليه، وربنا معانا. طرشتي؟ تخلصت اللبن كله؟ حرام عليك، انا عندي بطوله يا اختي. تنيلي يعني كان بطوله مسلسل تركي؟ يبارك فيك. انت عارفه ان انا اصلا من الاول كنت متاكده ان انت اللي هتكسبي البطوله دي، عارفه ليه؟ اشمعنى بقى؟ لان انت اصلا اقوى بنت في الجامعه كلها. بعد كده بقى ما حدش هيقدر يقرب لك، الناس كلها هتترعب منك اكتر ما كانوا بيترعبوا اصلا. هات لي شنطتي من عندك يا نجاة. طيب اوكي. انت الشنطه يا نجاة. حاضر يا رضا. ماما بس ايه يا بنتي الافتراء ده؟ انتي مسكتي البت طحنتيها. شفتي؟ شرفتك ها؟ جدا، بس ربنا يستر المره الجايه ما تعملناش مصيبه وانتي بتشرفيني. لا يا شيخه بعد الشر. ربنا يستر. الف مبروك حبيبتي، عقبال كل مره يا رب. الله يبارك فيكي. رضا مبروك يا حبيبتي، بجد كنتي جامده جدا. اصلي اصلي يعني. الله يخليك. الف مبروك يا عم رضا. ربنا يخليك يا وحش. الواحد بعد كده يمشي في الجامعه في حمايتك ولا ايه؟ ما انت طول عمرك في حمايتي اهو. طب خد، عايز اقول لك على حاجه. يا رضا الله يبارك فيك. ما تيجي تحشش معانا النهارده بالليل عند الواد جوده؟ لا روح امك، انت عارف انا ماليش في الحشيش، انا بشيش. ايه ده يا بوزو، ايه الكلام ده؟ ايه انت مالك؟ ده كلام شبان. مالي ازاي يعني؟ رضا صاحبتي لازم ادافع عنها. عليك انت وصاحبتك في يوم واحد. طب وليه يا عم الغلط ده بس؟ الله 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 واد زبالة وحيوان. معلش
خالص. ما قلت لك 60 مره ما تتكلميش مع الحيوان ده. ما كلموش ازاي يا رضا؟ مش خطيبي؟ كان خطيبك وسبتوا بعض. ما احنا رجعنا لبعض تاني امبارح. طب لحد ما تسيبوا بعض تاني بقى ما تكلمينيش تاني. ايه ده يا رضا؟ انت بتغيري عليا من خطيبي؟ انت مش طبيعيه بجد. هو ده اللي عندي. عاجبك؟ عاجبك اللي عملته؟ غفلتني هناك من غير ما اخد بالي. على فكره انتوا كل ما تشوفوا بعض كده تعملوا لكم نصيبه مع بعض. على فكره بقى المره الجايه لو قفشتها مش هحلها، هعورها في وشها. لو تقدر بس عليها ابقى اعورها يا اخويا. والمصحف اقدر، بس تديني فرصه اهي. على فكره بقى انا زهقت من اللي بيحصل بينكم ده، ولو اتعرضت رضا تاني يبقى انسى بقى ان احنا نكمل مع بعض. ما انت شايفاه بتتعامل معايا ازاي انا كده؟ الله، ما انا مش برضو مش شويه يعني، هي داخله فرد عضلاتها عليا، كلتني بالنص هناك ما شفتش اي حاجه في وشي. انت يعني اللي بتتعامل معاها عدل قوي يا اخويا. يا ساتر يا رب، نسيب لا تكون شايفانا. ايه تعباك؟ قوي. معلش 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 يا ابو زهراء، هو كده ما تزعلش نفسك. البنت زعلتني قدام الدنيا كلها. وبعدين انت ما حوشتش ليه؟ لا حوشت يا عم، مش واخد بالك ولا ايه؟ البنت فرهدتني، اديتني زغدي بايديها، رزعتني على الكنبه. ما انت رخمت عليها برضو كتير. انا كلمتها يا عم. انت بقول لك ايه؟ قول يا كبير. خد ال 20 جنيه ديت، هتلاقي كروش قاعد على القهوه في الصفت. خد واستناها في حته وزعلها في وشها. يا عم دي ما تكفيش، اعمل بقى اي حاجه. يا عم اتصرف بقى، انا كده كده ليا فلوس عنده. طب انت مش جاي معانا الطلعه دي ولا ايه؟ لا انا عندي محاضره. عندك محاضره؟ طب تمام، سلام. هكلمك على التليفون واطمنك. ماشي. دي شكلها ورمت ولا ايه؟ وده رضا، ركبتني هنا. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مالي اللي جابوك يا بنت؟ ماشيين ورايا ليه؟ انا لازمني بصراحه الكاس والميداليه اللي انت لسه كسبهم النهارده دول، عايزهم. بقول لك ايه، ما تخليش اتغاب عليك ياض. تتغابي على مين يا بنت بدل ما اعملها معاك؟ اللي انا فوق السعاده. لا بقى دول بقى لازمني. ما تخليش اتغاب عليك. تتغابي على مين يا بنت؟ خلينا بنت السعاده. بس بقى اقول لك على حاجه، طب بيخلي بقى البوكس ينفعك. نهارك اسود؟ ايه بنت اللي شرطان لك وشك كده؟ انت كل يوم ترجعيلي متبهدله ومتخانقه كده؟ وشك وجسمك بقى كله شوارع. هتبوري وتقعدي جنبي وما تلاقيش اللي يرضى بيكي. انا اللي مش هرضى بحد. عمك لو شافك كده مش هيدينا ولا مليم. هو ده اللي يهمك؟ اللي عن سماه يا امه، مش ناقصه ولولتك دي. ولولوا عليكي ساعه وسكتوا يا بعيده. من يومك وانت مجرسانه. ولما تكوني وجه محتاجي خناقات في المدرسة وفي الحارة وفي البيت وكمان في الجامعة. منك لله يا شيخ، منك لله. Thank you.
شكرا يا اسطى رضا. عفوا. شكرا. ايوه. حقك عليا يا رضا، انا اسفه. انا اول ما عرفت اللي بوزه عمله معاك انا رميت له الدبله في وشه. انت فاكراني هسكت له؟ ده انا هفتح قرن ام بكره في الكليه. يا بنتي لا خلاص بقى، ما تعمليش حاجه تاني. بقول لك كفايه عليه ان انا رميت له الدبله في وشه، ده زمانه دلوقتي قاعد بيعيط لامه. المهم سيبك منه، انا كنت عاوزه اتكلم معاكي في موضوع. ايه رايك يا رضا لو تروحي لدكتور نفساني؟ انا اتفرجت على دكاتره كتير في البرامج وسمعتهم بيتكلموا على البنات اللي حالتهم زي حالتك، وهم بيقولوا ان هي اكيد ليها علاج. يا بنت اللي بتقولي ده؟ انت شايفاني مجنونه ولا بشد في شعر؟ ده انت اللي عايزه تروح للدكتور. يا بنتي انتي صاحبتي واختي وانا عايزه مصلحتك وخايفه عليكي. اسمعي الكلام بقى عشان خاطري، لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي يبقى لازم تروحي للدكتور، ويا ستي لو انتي شايله هم الفلوس انا هدفع لك فلوس الدكتور، ولما تقبضي بنتهين. اتفقنا؟ ما هو من الاخر كده انا خلاص حجزتلك، وهتروحي يعني هتروحي، وهاجي معاكي كمان. مش رايحه حته. بقول لك ايه، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. سلام. عليكم السلام يا رضا. ارضحي برضو يا امه، حرام عليكي، الواد الصغير اتهفت ما بياكلش. قال يا جاري اطبخي يا سيدي كلف، وهو ده الموجود. بطلي بطر بقى. والله ما بطر يا امه، والله ما بطر، بس انا بشقى وبتعب في الكليه وفي الشغل، حرام عليكي. وبعدين انت قاعده بتاكلي وسايبه عاطف، هو فين يا بنت؟ الواد في الدرس. طيب. بقول لك ايه، ما تكلمي عمك يشوف لك شغلانه بمرتب كبير شويه، ده حقك عليه يا عبيطه. ان شاء الله هيحصل يا ام، هشوف انا شغلانه تانية، بس ادعي لي بس اخلص كليتي على خير. ما تدعي لي يا ام. ربنا ينجحك يا اختي. حصلت اروح لدكتور نفساني؟ وانا مجنونه؟ انا مش مجنونه عشان اروح لدكتور نفساني. ايه بنت يا رضا لابسه ومتقدكه كده ورايحه على فين؟ رايحه اتفسح. اتكلمي عدل يا بنت، رايحه فين؟ يعني هكون رايحه فين على صباحية ربنا كده؟ رايحه الكليه، مفيش فطار. لا مفيش فطار عشان مفيش فلوس. امبارح مفيش عشاء والنهارده مفيش فطار. انت بتاكلي فلوس يا وليه؟ كلك السم، مش بتفطروا وتتغدوا وتتعشوا؟ بقول لك ايه، اعملي حسابك اما ترجعي من الجامعه هتاخديني معاكي عند عمك، مش هو يبقى قاعد في النغنغه دي كلها واحنا مش لاقيين ناكل. حرام عليكي، الراجل كل شهر بيدينا شهريه وهو مش ملزم بيها، كمان نضايقه ونروح له لحد عنده نرخم عليه؟ ايه بقى؟ وبعدين انا اصلا النهارده وبكره مشغوله ما عنديش وقت. سلام. رحمه ابوكي لا اروح له بنفسي، وانا هغلب يعني. ادخل. اهلا وسهلا، اتفضلي اقعدي. لا مش هنا، هنا.
ما هنا كويس حضرتك. لا معلش، استأذنك تقعدي هنا. ها قولي لي بقى ايه مشكلتك؟ عايش ميت يا دكتور، حاسس اني مسجون في جسم حد معرفوش، واحدة معرفهاش. مش ده جسمي؟ مش المفروض يبقى ده جسمي؟ عارف يا دكتور، وانا صغير كنت كل ما بنام بتخيل ان انا هصحى الاقي نفسي رجعت الجسم الطبيعي، جسم راجل. غير ان انا دايما حاسس ان كل الناس ما بتحبنيش، محدش بيحبني، حتى اهلي، اصحابي، الناس اللي في الشارع بصوا لي بصات سخيفة بيتريقوا عليا، بيسألوا أسئلة سخيفة ما بعرفش أرد عليها، كتير بيضطروني إن أنا أتخانق ويجروا شكلي، فبضطر أتخانق معاهم وأضربهم وأضرب. محدش بيحبني، أنا تعبت، تعبت ومش لاقي حل اللي أنا فيه، مش عارفة أعمل إيه. ها؟ كملي يا رضا، إيه تاني ممكن يضايقك؟ نجلاء، كل الناس فاكرينها إنها صاحبتي، بس هي حبيبتي. أنا بحبها أوي، بس مش عارفة أقول لها. خايف تزعل مني تتصدم، مش بعيد تفتكرني شاذ، وانا بعرف ربنا مش عايز اعمل حاجه غلط. ايوه، هو الحقيقه يا رضا المرض اللي عندك ده اسمه GID، نوع من انواع الاضطرابات في الهويه الجنسيه. يعني جسمك بيبقى جسم بنت، لكن كل تصرفاتك وميولك كلها ذكورية. وده حل ايه؟ والله الحل انت محتاجة شوية علاج تمشي عليه، وبعد كده هنشوف. ماشي يا دكتور، يا ريت. إن شاء الله. انت ما طلعتيش معايا ليه عند الدكتور؟ كنت محتاجاكي قوي. ما كانش ينفع اطلع معاكي يا رضا، متهيألي كان لازم تبقي لوحدك احسن. المهم طمنيني، الدكتور قال لك ايه؟ انا ما فهمتش منك حاجه. كتب لي على ادويه وقال لي ابقى اروح له تاني. طب انا عايزاكي تيجي معايا عند عمي، عشان هو المفروض يديني النهارده الشهريه بتاعتي، وبالمره اديكي حق كشف من الدكتور ده. ماشي يا رضا، اوكي، بس ما نتاخرش والنبي بسرعه. اه المقطم يا اسطى. يا سلام يا اولاد، ده الجو حلو قوي النهارده، يا ريتنا كنا بدانا شغل بدري يا جدعان. ما تبص قدامك يا اسطى وتركز في سواقتك. هلا بقول لك ايه يا انسه، هو احنا في اكتوبر ولا نوفمبر؟ والله معرفش، والله احنا في ايه؟ ما قلنا لك بص قدامك، هو في ايه؟ جرايه يا اختي، انت حد جه جنبك؟ انا بكلم الحلوه، ولا انت انا عشان مش لاقي حد يكلمك كلمتين حلوين؟ بكره ان شاء الله تلاقي نصيبك وتلاقي اللي يقول لك كلام شبه كده. توقف على جنب يا اسطى، عشان انت بتجنن. عايزين تركب يا ايه؟ اركب يا ايه؟ اركب يا ايه؟ اركب يا ايه؟ اركب يا ايه؟
اقسم بالله العظيم يا سعاده الباشا ما عملت لهمش حاجه، انا راجل سواق شقيان على لقمه عيشي من صباحيه ربنا. يا بيت حرش بينا، فاضطريت ادافع عن نفسي. اسكتي انت. اتفضلي انت. ايوه يا فندم حضرتك، هو ده اللي حصل بالظبط فعلا، السواق ده عكسنا احنا الاثنين وحصل منه تحرش لفظي. يعني عاوزين تعملوا محضر تحرش؟ لا 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 يا باشا خلاص، محضر ايه بس؟ انا متنازل عن حق سعاده الباشا وهديه تبقى قصاد دي. وانا مش متنازل عن حق ومتمسكه ان انا اعمل له محضر تحرش. يا بنتي بس بقى ابوس ايدك خلينا نخرج من هنا. وحقنا حقنا ايه ده، انت بوظتي للراجل وشه. كفايه بقى حقنا خدناه وزياده. ماشي عشان خاطر الانسه بس. انت ذكر يا بنت؟ اللهم طولك يا روح. يا فندم انسه انسه يا فندم، البطايق مع حضرتك اهي، ممكن بقى نستاذن احنا؟ اتفضلي. مع السلامه. طب وانا يا باشا؟ انت بقى تغور في 60 داهيه وما اشوفش وشك هنا تاني. حاضر يا سعاده الباشا، حق البطاقه بس. يلا غور. شكرين يا باشا. Thank you.
ترجمة